عدنا تاني يا شباب القديم عملا بالمثل من فات قديم وتاه، لانه تاني خلصت الباتري. لانه قالوا لي في اول مره برضو نصيحه احب اقولها لكم، لازم تسيب البطاريه تبقى دريند، الباتري تدرين اول مره خالص، عشان ده بيطول عمر الباتري. يعني مش بعد ما يفضى شويه تروح شاحنها، في اول مره تستنى ما تبقى دريند خالص. ونمره اثنين كل مثلا اسبوعين ثلاثه اربعه تستنى مره تسمح لها فرصه انها تنزل خالص، ما تقعدش حاططها في البلاج على طول. يلا هي فقره معلومات عامه. يبقى تاني في عجاله، يبقى الاكتف ترانسبورت اجينست جريدينت، دي اول نقطه. تاني نقطه عاوز اي تي بي وكارير بروتين ويز اي تي بيز اكتيفيتي وانواعه حسب الكارير. اولا فيه لازم تقسمه الاول برايمري وسكندري، تقول الفرق بينهم. البرايمري يوتيلايزنج الاي تي بي، السكندري نوت يوتيلايزنج الاي تي بي، يسموها سكندري اكتف او سيم لانها متصله او كو ترانسبورت. هنا الكارير بروتين عنده تو سايتس، واحد يمسك البرايمري واحد يمسك السكندري، وعنده اي تي بيز اكتيفيتي، يعني خاصيتين، سايت فور ذا برايمري سايت فور ذا سكندري زائد اي تي بيز اكتيفيتي. طب حسب هذا الكارير بروتين ده، يعني الكارير بروتين ده حسب ده 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 بنقسمها لثلاث انواع. لو بيمسك ماده واحده زي في حاله الكالسيوم بامب يسموه نيو بورت، مادتين في نفس الاتجاه يسموه سيم بورت، مادتين في اتجاهين متضادين انت يعني عكس يسموه انتي بورت. يبقى شايف حتى رياضيا حلوه، واحد في واحد اثنين في واحد اثنين في اثنين، وتشرح من النيرفال ماسل. معادنا يوم الجمعه باذن الله المحاضره الثانيه في النيرفال ماسل تشرح الصوديوم بوتاسيوم بامب. هركز هنا على انه الكتروجينيك بامب وانتي بورت. وتقول لا في فرق شويه في الريزوليوشن، بس يعني الحمد لله. نكمل فاضل دقائق ونقفل. النوع الثالث في الترانسبورت اللي هو الفيزيكولار ترانسبورت. فيزيكولار ترانسبورت نقل الحويصلي، فيزيكولار ترانسبورت ده نظري بس. شوف يعني الديفيوجن نظري مهم، والسؤال الاكتف ترانسبورت نظري مهم، الفيزيكولار ترانسبورت نظري فقط، لكن ام اس كيو كتير هنتكلم عليه في اربعة نقاط. حب قوي الاول انت عارف اهو قصادك اربع نقاط يا شباب. باي ديفينيشن هو ترانسبورت، اهم كلمه فين هنا، اوف ماكرو موليكيولز، ازاي تنقل جزيئات كبيره قوي 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 اكروس ذا سيل ممبرين. لا هتنفع تعديها في الليبيد، ولا تنفع تعديها في بروتين شانل، ولا تنفع توسع لها الشانل زي الفاسيليتيتد ديفيوجن، لانها ماكرو موليكيول، حاجات كبيره، بروتين، بكتيريا، حاجات ضخمه جدا، تيشو. طيب this is an active process. انا قلت لكم اتفقنا ان الديفيوجن هو النوع الوحيد بانواعيه الثلاث سمبل وفاسيليتيتد وسموزس هو اللي باسف، مش عاوز اي تي بي. يبقى النوعين التانيين شوف حتى كم مره اللي هم الاكتف ترانسبورت، وهنا اسمه اكتف واضح، يعني لو غلطت فيها تبقى مصيبه. والفيزيكولار ترانسبورت النقل الحويصلي اكتف، يعني عاوز اي تي بي. الميكانيزم هتاخده في الهيستولوجي يعني انا عارف معظم الناس في الهيستولوجي ما بيقولوهوش، بس انا بقول لك في عجاله، لان هم لما بيشرحوها يعني ببتئس للشارح والطالب. الطالب يتصور ان الماكرو موليكيول بيدخل من اي حته في الخليه. الفسيولوجي كما الحياه. الخليه عندها فم زي ما انت عندك فم بتاكل بيه، يسموها كوتد بيت. كوتد بيت بيت يعني انخفاض هنا، وكوتد لانه ساعات بيبقى فيه ريسبتورز زي الحياه، زي ما انت بتقدم التفاحه باسنانك، يعني ما بتحطش تفاحه في قفاك خلاص، بتمسكها بالريسبتورز في فمك. وبعدين يحصل انه انفاجينيت الماده بعد ما مسكت انفاجينيت، او تقول هيطلع سودوبوديا، الاثنين صح. اهم حاجه هي الخطوه الثالثه بقى، ان الممبرين يبريك، يتقطع هنا وهنا ويريفيوز فيوزز، فاصبحت الحاجه موجوده جوه فيسك. يبقى شفت دخلناها ازاي، الاول مسكت في البيت في الفم، وبعدين دخلتها جوه بقك،
وبعدين الاتيكيت يقتضي انك تقفل بقك، قفلت بقك ماشيه كما الحياه، الاول تقدمها باسنانك تدخلها جوه بقك تقفل بقك وبعدين تهضمها. مين اللي بيهضمها بقى؟ الهيدروليتيك انزيمز اوف لايسوزومز. خلاص فاضلنا دقائق ونخلص يا اولاد. الهيدروليتيك انزيم لايسوزومز يعني اجسام محلله، يبقى دي فيها دايجستيف انزيمز بتاعت الخليه. يعني حتى سؤال في الام اس كيو هيستولوجي ماليش دعوه بيه، لما يقول لك بروتيوليتيك لايبوليتيك اي حاجه ليتيك بتكسر يبقى موجوده في انهي اورجانيل؟ اللي بيعمل ليتيك حتى من اسمه لايسوزومز، الاجسام المحلله. زوم يعني جسم ولايسو يعني محلل. لو عندك ويست برودكتس، ده الفرق بين الخليه وبيننا. احنا الويست برودكت بتطلعها من فتحه الشرج، لا هي بتتقيأها بالعكس، يعني اللي فاضل ما انت يعني الحاجات الحلوه بتديفيوز في السيتوبلاز بتاع الخليه اللي هو الدم بتاع الخليه السيتوبلاز تنتفع بيه. طب لو في ويست برودكتس فاضل تمشي العمليه بالعكس وتتقيأه، يبقى كده اندوسيتوزيس. طب كده اكزوسيتوزيس. الستبس مش مهم قوي، يبقى الاول بس انا قلتها عشان تبقى فاهم ان الخليه مش الماده ما تمسكش في اي حته في جدار الخليه، في فم الخليه في الكوتل بيت، وتمسكها باسنانك السوجي كامل الحياه، وبعدين تدخلها انفاجينيتس، وبعدين تقفل بقك بريكس اند فيوز الممبرين، وبعدين تهضمه. اللايسوزومز تجري على الفيسكل تحط فيها الهيدروليتيك انزيمز تهضم. طب الويست برودكتس يطلع بعمليه اسمها اكزوسيتوز. نقطة رابعة التايبس. لو أنت داخل يبقى إندو، إندو يعني لجوه، سيتوزيس اللي هتنقسم إلى بينوفاجو وهننهي بيها. طب والإكزوسيتوزيس بالعكس لما تطلع لبره. بس هنا في سؤال إم إس كيو بقى، أنا حافظ الأسئلة وورد وايد. لما إندوكراينال جلاند بتفرز بروتين هرمون، ما هو حسب التركيب الهرمونات عندنا ثلاث أنواع، واحدة منهم اللي هي البروتين. ازاي بيطلعوا دايركت انتو بلاد؟ مفيش داكت. ازاي الغدة بيطلع الهرمون من الخلية للبلاد وهو كبير بروتين؟ بيطلع بعملية اسمها اكسيتوز. ده أشهر سؤال هنا. يبقى اما حتى يسألك في الشافوي اديني مثال للاكسيتوزيس، تقول له السكريشن اوف بروتين هرمونز باي ان اندوكراينال جلاند. الاندوكراينال جلاند اللي جوه خلاياها صنعت هرمون تركيبه بروتين كبير، هيطلع ازاي؟ عدي ازاي السيل ميمبرين بالفيزيكولار ترانسبورت اللي هي اسمها اكزوسيتوز. هنا طب في تقسيمه ثانيه غير اندو واكزو، كونستيتيوتيف اور ريسبتور ميديتد. يعني ممكن الكوتد بيت دي يبقى فيها ريسبتور تمسك الماده، وممكن ما فيهاش ريسبتور. زي الراجل، هل الراجل اللي هو فقد اسنانه بياكل ولا ما بياكلش؟ الطاعن في السن بياكل اسرع ولا ابطا؟ الفسيولوجي كامل الحياه. ايه رايك اللي ما عندوش سنان يعني مش هيعرف يقطم القطة كويسة، يبقى قطة. يبقى وجود الريسبتور خلى الموضوع مور رابيد، وخلاه ايه بقى؟ بص اللي بعدها سبيسيفيك، لان حاجة لازم مادة ليها ستراكشر معين عشان تمسك في الريسبتور. فاحنا فاهمينها، الريسبتور وجود الريسبتور خلى فيه ستراكشر سبيسيفيستي. الناس فاهمة فاهمة فاهمة، والفسيولوجي كما الحياة. يبقى من غير ريسبتور يسموها كونستيتيوتيف، لكن لو الكوتد بيت دي فيها ريسبتور تبقى ريسبتور ميديتد. طيب نيجي بقى الانسيتوزيس، دي نوعان، بينوسيتوزيس يعني سيل درينكينج، وفاجوسيتوزيس يعني سيل ايتينج. يا شباب المره الجايه باذن الله مش هيخلص البتري لان هنبقى شحننا 100%، بس انا يعني جربنا حاجات كتير امبارح فيه وقلنا مش هنشحنه غير بعد اول مره. يبقى بينوسيتوزيس سيل درينكينج، فاجوسيتوزيس سيل ايتينج. هنقارنهم في اربع نقاط. الاول اهم من المقارنه، الناس حتى الزملاء الاصغر سنا بيحبوا قوي الجداول ويستخدموها، اعملها كلها لعبد الله. لا بقى ما بعملهاش عشان جدول قد ما تفهم. بمعنى انا لما اسمع بينو يعني درينكينج وفاجو يعني ياكل، يبقى دي سيل درينكينج وسيل ايتينج، يدخل في روعي ان دي ميه ودي اكل، مع ان الاثنين اكل اكل. لكن لو انت شايف الحاجه اللي بتاكلها الخليه زي الرسمه دي، الحاجه اللي بتاكلها انت شايفها تحت الميكروسكوب، يبقى شفت ان الخليه اكلت حاجه اهي، يبقى يسموها فاجوسيتوز.
يبقى لو هي لارج بارتكل جزء سين باي ذا ميكروسكوب يتشاب بالميكروسكوب نوت سوليبل ان ووتر مش دايب في الميه تسميها فاجوسيتوز زي البكتيريا والديد تيشو. لكن تخيل نفس الرسمه دي بس الخليه بتاكل جزيئات بروتين ما هو ماكروموليكل برضه بس جزيئات بروتين بروتين موليكل ماكروموليكلز. هل انت البروتين موليكل من الحياه بتتشاف تحت الميكروسكوب؟ يعني الناس بتوع البايوكيمستري عندهم ميكروسكوبات بتبص كده تشوف البروتين موليكل؟ لا. يبقى البروتين موليكل لا ترى بالميكروسكوب والبروتين دايب في الميه سوليبل ان ووتر. يبقى اكشلي كل خليه محتاجه بروتين بتاخد البروتين بس حضرتك مش شايفه تحت الميكروسكوب هو محوط بشويه ميه. تخيل كده عندي شويه ايماجينيشن ده بروتين موليكل النقطه السوداء دي انت مش شايفها محوطه بميه شفت نفس الخطوات هي بس الحاجه اللي بتتاكل مش شايفها شايف الخليه بتاخد ميه فسميت تجاوزا ومجازا سيل درينكينج لان حضرتك شايفها بتاخد ميه فقط. ليه؟ لان اللي بتاكله هي اكل برضه اللي بتاكله حاجه دايبه في الميه بروتين موليكل مش شايفها سوليبل فعشان كده سموها سيل درينكينج. فهمت؟ يبقى مش سيل درينكينج وسيل ايتينج هنا بتشرب وهنا الخليه بتاكل في الحالتين الخليه بتاكل. لو ان اللي بيؤكل اهي بقى شوف الاربع نقط وانا رابطهم ببعض عشان كده بقول ده قيمه الجدول. لو هي بتاخد لارج بارتكل يعني جزء كبير هنا موليكل جزيء اظن في العربياتنا فاهم جزيء تصغير جزء بارتكل جزء موليكل جزيء ده كبير جزء اكبر من جزيء ده يرى ده لا يرى هذا البارتكل زي البكتيريا زي الديد تيشو يبقى السبستان نوت ان سوليوشن مش دايب في الميه سين باي ذا ميكروسكوب شايفه بالميكروسكوب يبقى نسميها فاجوسيتوز. انما لو انها بتاخد جزيئات ماء بس كبيره برضه جزيئات كبيره ماكرو زي كلمه لارج بس هنا اهم كلمه هنا جزء هنا جزيء زي البروتين. وحتى في مثال مشهور لما كان في اللور إليام قلناها مع البلاد كان بيحصل امتصاص البي 12 وماسك في بروتين جلايكوبروتين اللي هو الانترنسك فاكتور مش البي 12 اكسترنسك ده انترنسك ده بروتين فعشان كده قلنا بتتاخد بالبينوسيتوزس اديك لاول مره تفهم بلاد. ليه البي 12 بيمتص في اللور إليام بعمليه بينوسيتوزس؟ فهمتها انه ماسك في جلايكوبروتين في بروتين جزء كبير بس ما انتش شايفه فعشان كده تبقى بينو سيل درينكينج. ليه؟ لانه البروتينات سوليبل ان ووتر ان سوليوشن مش شايفها بتوع البايو ما بيوروكش بروتينات تحت الميكروسكوب نوت سين فسموها بينوسيتوز. طب اخر نقطه هنا كل الخلايا عاوزه بروتين عشان تغذي روحها فالبينوسيتوز بتحدث في كل الخلايا وان كان ده مثال مشهور قلت لك في البلاط. انما مش كل الخلايا بتاكل بكتيريا وديد تيشو فقط الخلايا الاكوله فاجوسيتيك سيلز اللي هي زي كرات الدم البيضاء وايت بلاد سيلز. يبقى جدول رائع. فين الكي بوينت فيه اللي هي اول نقطه؟ حضرتك بتتكلم على بارتكل جزء مش دايب شايفه تحت الميكروسكوب شايفها بتاكل تبقى فاجو تبقى سيل ايتي ولا حضرتك موليكل لا ماكرو موليكل جزء كبير بروتين ما هو جزء كبير بس مش شايفه تحت الميكروسكوب دايب في الميه البروتين امال شايف ايه؟ هي بتاكل بروتين اه بس انت مش شايف بروتين شايف الميه اللي حواليها بتدخل فعشان كده سموها مجازا وتجاوزا سيل درينكينج. طب بالعقل كل الخلايا عاوزه بروتين اول سيلز عاوزه بروتين تبني روحها يبقى ده بيحدث في اول سيلز لكن مش كل الخلايا هتاكل بكتيريا وديد تيشو الخلايا الاكوله بس الوايت بلاد سيلز. ده السؤال الاخير هعيده في عجاله وكده يبقى فاضلنا يمكن نص محاضره في الانترودكشن نخلصه. الحمد لله ربنا مديني احسن طلبه فما ما بنضيعش وقت وفاهمين كويس قوي وزي ما بقول احنا بس اللي فاهمين مش حافظين. اسمع المحاضره مره واثنين وثلاثه لن يضاهيك احد في الفسيولوجي وكلام منظم مرتب مفهوم. يبقى لو جالنا سؤال فيزيكو ترانسبورت باذن الله مش هيجي اللي بيجي الديفيوجن بانواعيه ثلاث اسئله اهمهم الاسموزس
حتى الاسئله بقول لك ترتيب اهميتها، تايم مانجمنت اداره الوقت، يا ليهم الاكتف ترانسبورت اقل واحد فيزيكال ترانسبورت. اربع نقط باي ديفينيشن، يبقى هو ترانسبورت اوف ماكرو مولكيولز، ماكرو مولكيولز جزيئات، وطبعا ضمنا بارتكلز، ماكرو مولكيول حاجه كبيره اكروس ذا سيل ميمبرين. تاني نقطه انه اكتف، قلت ما فيش حاجه باسيف غير الديفيوجن بانواعه ثلاثه، اي ديفيوجن يبقى باسيف، سمبل ديفيوجن، فاسيليتيتد ديفيوجن، اوسموزس، باسيف. الاكتف ترانسبورت والفيزيكال ترانسبورت اكتف، عاوز اي تي بي. النقطه الثالثه الميكانيزم، ما مش بتاكل من اي حته، تقرا كتب كثيره عندنا تبقى فاهم الخليه بتاكل من اي حته، لا عندها فم كوتد بيت، لو في ريسبتور تبقى سبيسيفيك، يبقى ورابيد، لو ما يسموها ريسبتور ميديتي، لو ما فيهاش يبقى كونستيوشن. وبعدين انفاجينيت الخطوه الثانيه، وبعدين تقفل بقها، الاتيكيت يقتضي وانت بتاكل تقفل بقك، ما تتفرجش على الاكل جوه بقك، الخليه عندها اتيكيت. breaks and fuses الممبرين، تبقى جوه فيسيكل، عشان كده سموها فيزيكولار ترانسبورت، النقل الحويصلي، لان الحاجه اصبحت جوه فيسيكل، ثم يتجه ليها الجهاز الهضمي، اسم على مسمى لايسوزومز، الاجسام المحلله. طيب الحاجات المفيده تدخل لدم الخليه اللي هو السيتوبلازم، واللي مش مفيد يطلع بالاكزو سايتوز. النقطه الرابعه التايبس، نقسمها بثلاث طرق، لاندوسايتوزس لو بندخل، يا اكزوسايتوزس لو بنخرج. لو في ريسبتور تبقى ريسبتور ميديتد، زي واحد بياكل وعنده اسنان يبقى اسرع، هيقدم اقوى من ما عندوش، وسبيسيفيك، يبقى دي تاني تقسيمه. تالت تقسيمه، طب الاندوسايتوزس نقسمها حسب حضرتك، شايف اللي بيتاكل يبقى فاجوسايتوزس، مش شايف اللي بيتاكل وعلى شايف شاب ميه بتدخل الخليه يبقى بينوسايتوزس. ال هنا خد بالك، واحدة تجيب التانية تجيب التالتة تجيب الرابعة. هنا ماكرو موليكيلز زي البروتين، ودينا مثال رائع، لما الخلية بتاعت الانتستين بتاكل البي 12 وكان ماسك في انترنسيك فاكتور اللي هو جلايكوبروتين، طب هتاكل بروتين تاكله بايه بقى؟ بالبينوسايتوزس، هتمتصه الانتستينال سيلز في اللور ايليام، بتاكل البي 12 وماسك معاه بروتين، يبقى تاخده باي بينوسايتوزس. طب هنا البروتين دايب ان سوليوشن ووتر سوليبل، يبقى ومتشافش تحت ميكروسكوب نوت سين، وكل الخلايا بتاخد بروتين يبقى اول سيلز. شوف النظام الجميل، انما هنا بقى هتغير، بدل موليكيول جزء تبقى بارتكل جزء، نوت سين، ما حدش، اسف، نوت ان سوليوشن مش دايب، البكتيريا والديد تيشو ما بتدوبش، نوت ان سوليوشن مش دايب، شايف البكتيريا تحت ميكروسكوب سين، بس مش اي خليه تاكل بكتيريا وديد تيشو، فاجوسيتيك سيلز، الوايت بلاد سيلز، ادي الاربع نقط. مرة أخرى شباب بشكركم على وقتكم، وأتعشم أن يكون يعني لم أهدر وقتكم ده وأفدتكم، وأتعشم تبقوا بإذن الله دكاترة أجلاء وهيلين، ونلتقي بإذن الله في الغد في محاضرة النيرف المصل في نفس الموعد، ولم يبقى إلا الدعاء بالتوفيق، وفقكم الله.